عقد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في مصر 4 جلسات نقاشية ضمن جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، حيث عقدت جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات والمدرجات ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. وعلى التوازي عقدت جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص. حاليا لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد بالنسبة للمواطن، ده بيؤثر بشكل مباشر. النهاردة الجلسة تناولت عدد من الموضوعات، منها الشمول المالي، منها عجز الموازنة، منها الدين العام، منها زيادة الإيرادات، منها ترشيد الإنفاق. كانت هناك يعني العديد من النقاشات والعديد من التوصيات. النتائج مبشرة جدا، ويمكن كان آخر حاجة ثلاث موضوعات وإن ما كانش ليهم بشكل مباشر اتصال بالموقف الاقتصادي، إنما بيعطيك فكرة على رؤية الدولة لمنتجات الحوار الوطني شكلها إزاي. رئيس الجمهورية بنفسه قال في مؤتمر برج العرب إنه المنتج اللي هيطلع ويكون في صلاحياته هيعتمده فورا، ومن هنا ده بيدينا شيء من الاطمئنان على المسار. مجرد ان احنا نقول عنوان زي تعميق التصنيع المحلي، ده بيؤدي الى ثلاث نتائج مهمة جدا: زيادة الاستثمار سواء الاجنبي او المحلي، وفي نفس الوقت بيؤدي الى زيادة الانتاج، ولما بيزيد الانتاج بيكفي السوق المحلي والفائض منه بيطلع للتصدير. مصر في الفترة الأخيرة بتدي تركيز شديد جدا جدا على الصناعة ودور الصناعة، لأن في الحقيقة أثبتت التجارب وأثبتت الأزمات الاقتصادية في العالم أن الصناعة هي قوة الدولة، وبالتالي قوة الدولة محتاجة أن احنا نكون مركزين بشكل كبير جدا. الدولة في الفترة الأخيرة أصدرت العديد من التشريعات والعديد من القوانين والعديد من القرارات الوزارية ومجلس الوزراء، الهدف منها كلها تحسين مناخ الاستثمار وتمكين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، ودي نقطة مهمة قوي.